رئيس جمعيات الماء الصالح للشرب، رئيس جمعيات الرقعة للماء الصالح للشرب صبيعة لجامعة رياضة الأرض الغربية دائرة ودامنين. حنا درنا الجمعية في 2012، بقينا كنمشيو عند لوني في التازال ودامنين رئيس الدائرة جميع السلطات. مشينا للرياضة الغربية عند رئيس الجامعة، جرى عليا قال لي ما كاينش تما في البلان، قال لي ما كاينش البلان ما تشربوش الماء. حنا عندنا الماء متواجد، الشركة كانت خدمت 2006 وعندنا الماء مطلوق في الدوار، ولحد الان دابا كاين اللي مدخل الماء تما، كاين شي شخص ما مدخل الماء. وحنا ملي جينا عنده جرى علينا، قال لي ملي جيت عندهم قال لي الجمعيه فيها الفرخ. انا ردني فرخ، الشاب ردني فرخ، ما تشربوش الماء، لا بقيتو درتو هذاك ولا الماء لا شربتوه، صافي بقينا هاك. الجمعيه باقا لحد الان الدوار باقي كيموت بالعطش وما كاينش الماء في الدوار، منطقه عين سودا، الولجا، الرقعه، عين صفا، البرارق، عين مازوز، داري صباله واحده اللي مستافده في عين مازوت، حتى هما عندهم نفس المشكل بحالنا، ما عندهمش الماء، عندهم غير صباله واحده كيزرفوا جنبها. شكرا.